بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في قناة طبية مع دواء جديد هو كابرون. كابرون أقراص وحقن لوقف النزيف والدورة الشهرية. كابرون حقن لوقف نزيف الدم والدورة، وينتمي لمجموعة يطلق عليها مضادات عامل حل الفايبرين. هذه المجموعة تستعمل في وقف النزيف خاصة بعد العمليات الجراحية عن طريق تكوين جلطات تعمل على وقف النزيف الذي يعاني منه المريض باختلاف أسبابه. ما هي دواعي استعمال كابرون أقراص وحقن؟ يستعمل كابرون أقراص وحقن لوقف النزيف بعد العمليات الجراحية في حالة عمليات البروستاتا، عمليات المثانة، حالات زيادة نزول الدورة الشهرية. ايضا يستعمل لوقف النزيف من الانف او النزيف الذي يحدث داخل العين او بعد خلع الاسنان او بعد جراحة عنق الرحم. يستعمل كابرون لوقف النزيف الغزير بعد العمليات الجراحية الكبرى ونزيف اللثة، نزيف الاسنان، نزيف الحيط، الدورة الشهرية. في بعض الناس بتستعمل كابرون، حبوب كابرون، اقراص كابرون لتفتح البشرة. وطبعا بيحتوي هو لا يحتوي على مادة الجلو تاسيون مضاد للأكسدة، ولا توجد دراسات علمية كافية توضح ان كابرون يستعمل لتفتيح البشرة. لذا يجب التنبيه الى انه لا يجب استخدام كابرون الا بعد استشارة الطبيب، واي ما فيش اي دراسات علمية او اي ادلة طبية توضح ان كابرون له علاقة بتفتيح البشرة. طيب بالنسبة للحساسية، في ناس بتستعمل كابرون للحساسية. طبعا ايضا كابرون هو دواء ليس له علاقة نهائيا بالحساسية، ومعظم الاستخدامات الخاصة به هي وقف النزيف. اما ان له علاقة بالحساسية لا يوجد اي دليل طبي على ذلك. بالنسبة لكابرون حقنة برشام 500 ميلي جرام، ايه هي الجرعة؟ جرعة الكلور 2 او 3 اقراص كل 8 ساعات 3 مرات يوميا، يعني 3 مرات يوميا يا قرصين يا 3 اقراص. ده بالنسبة للاقراص. اما جرعة الاطفال تعتمد على وزن الطفل بالكيلو جرام، وبالتالي من 20 الى 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن الطفل. الجرعة القصوى للاطفال هي 3000 الى 6000 ميلي جرام في اليوم. طيب متى يتم توقف النزيف بعد استعمال حبوب او اقراص كابرون؟ غالبا ما يكون غزارة النزيف بتاع الدورة الشهرية او نزيف الطمس او الحيض لاسباب مرضية يجب معالجتها بالاشتراك. يصف الطبيب المختص اقراص كابرون لوقف هذا النزيف وقت قياسي بمجرد ان تأخذ المرأة كابرون بانتظام في مواعيد متحددة. متى تتوقف الدورة بعد حبوب كابرون؟ يعني في نساء كتير بتستعمل كابرون لوقف نزيف الدورة الشهرية لما بيستمر لفترة اكبر. طبعا تعاني بعض السيدات من عدم انتظام الدورة الشهرية والنزيف الغزير اثناء الحيض، لذلك يلجأنا او يلجأنا الى طبيب مختص لمتابعة الحالة والحصول على علاج لازم. والطبيب بيصف طبيب النساء والتوليد بيصف كابرون لوقف النزيف عند السيدات، ويتم تحديد شكل الدواء سواء حقن او اقراص، ويتم تحديد مدة الاستمرار في تناول الدواء حسب حالة المريضة، وتختلف الجرعة باختلاف حالة المريضة الصحية. ايه هي الاثار الجانبية او هي اضرار حبوب كابرون؟ احيانا قد تحدث مشاكل في الرؤية او مشاكل في رؤية الالوان او تجلد الدم في الاوعية الدموية، ومشاكل في الجهاز الهضمي منها اسهال والام في المعدة، وفي حالات نادرة يحدث جلطة في العين ويؤدي لضعف الرؤية. سؤال يطرح نفسه، هل كابرون بيرفع الدورة الشهرية؟ الاجابة كابرون لا يرفع الدورة الشهرية عند السيدات، لكنه يخفف من غزارة الدورة الشهرية ويقلل من نزيف الدورة الشهرية. سؤال اخر، هل كابرون يؤخر الدورة الشهرية؟ في بعض السيدات بيستعمل عشان الدورة ما بتنزلش، ما تنزلش هي مش عايزاها تنزل. طبعا كابرون لا يمنع الدورة الشهرية اطلاقا 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 بكل حال من الاحوال، لا يستعمل كوسيلة لمنع الحمل اطلاقا، ولا يستعمل لتأخير الدورة الشهرية اطلاقا، لان ما بيعملش كده. هو وظيفته ان هو يقلل النزيف بس، لكن تأثير الدواء على دورة شهرية
انه بيقلل من النزيف فقط. الناس اللي عندهم نزيف حاد في الدائره الشهريه. طيب ما هي الاحتياطات وما هي موانع استعمال كابرون؟ لا يستعمل كابرون لمن يعاني من حساسيه من المواد الفعاله الموجوده في الكابرون. ايضا لا يستعمل كابرون في حاله الحمل والرضاعه. واذا اضطرت الام لاستعماله فرجا ان كنت تحت اشراف الطبيب. يجب ايضا استشاره الطبيب لو كان المريض يعاني من قصور في وظائف الكلى او وظائف الكبد. ايضا يجب استشاره الطبيب لو كان المريض يعاني من جلطه دمويه سابقه او حساسيه لماده الترانكسيميك او في حاله وجود دم في البول او اذا كان السيده تعاني من عدم انتظام في الدوره الشهريه او اذا كان لديها تاريخ طويل من حدوث نزيف مسبق. طيب هل اقراص كابرون تستعمل لتفتيح البشره؟ لان الموضوع تفتيح البشره تاني. لا توجد دراسات علميه توضح ان كابرون له علاقه نهائيا بتفتيح البشره. اذا ليس له علاقه نهائيا. هل كابرون مضر للحمل؟ طبعا لا توجد دراسات كافيه عن تاثيره على الحمل، ولكن الافضل للسيد الحامل عدم استعماله حتى لو يسبب ضرر للجنين. هل كابرون مضر للرضاعه او السيده اللي تقوم بالرضاعه الطبيعيه او لطفلها؟ طبعا يدخل حمض الترانكسيميك هو العنصر النشط في الكابرون يدخل الى حليب ثدي الام، ومع ذلك فهو امن تماما على الطفل، ولكن الافضل هو عدم استعماله. ما هو سعر كابرون؟ سعر كابرون الاقراص هو 36 جنيه، وسعر حقن كابرون هو 41 جنيه. طبعا الاسعار بتتغير باستمرار. ما هي بدائل كابرون؟ يوجد له بدائل زي تانينيكس وسايكلوكسيميك وبنيدكس وسافيليت. في نهايه الفيديو ارجو ان انتم تدعموا القناه بالاشتراك في القناه وضغط لايك وتفعيل الجرس على المشاركة للفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.